وصلت لفين مشروعات الإسكان الاجتماعي يا باشمهندس صلاح؟ يعني قولي ايه اللي تحقق لغاية دلوقتي؟ النهارده الحمد لله احنا بنتكلم عندنا في مراحل التنفيذ المختلفة ما يقرب من 500,000 وحدة سكنية على أرض الواقع بيتم تنفيذها. نص مليون. نص مليون انتهى بالفعل منها؟ يعني الخطة نص مليون وحدة. لا، حتى الآن أنا حتى بتكلم الآن. أقول حتى اوكي، الآن المرحلة اللي دخلت الحالية. في مراحل التنفيذ الحالية نص مليون وحدة. كويس. تم الانتهاء بالفعل ما يزيد على 110,000 من هذه الوحدات، والباقي في مراحل التنفيذ المختلفة، ومخطط الانتهاء منه إن شاء الله في خلال عام 2018 يكون تم الانتهاء من النص مليون وحدة سكنية، بالإضافة إلى الجار الطرح لما يقرب من 100,000 وحدة سكنية أخرى طرحها للمقاولين عشان يبدأوا في التنفيذ، عشان يخشوا مع ال 500,000 لنصل إلى 600,000 اللي أمر بهم سيادة الرئيس إنهم يكونوا عندنا في 600,000 في الوقت الحالي في مراحل التنفيذ المختلفة. كويس. طيب اسمح لي برضو افكر الساده المشاهدين، احنا في انتظار اتصالات حضراتكم، الارقام حالا هتكون على الشاشه، اذا كان حد له اي سؤال للمهندس صلاح حسن رئيس الجهاز التنفيذي للاسكان الاجتماعي ريت تكلموه، فرصه هو موجود معانا ومستعد الاجابه على اسئله حضراتكم سواء من خلال الاتصالات الهاتفيه او من خلال صفحه المواجهه على الفيسبوك. طيب حضرتك بتقول لي انه تم الانتهاء بالفعل من 110,000 وحده بعد الانتهاء، من اتفضل. 210 210 يبقى احنا عندنا نص مليون جاري العمل فيهم الان، 210 انتهى 210 منهم، يمكن انا قلت في الاول 110 او 210,000 تم الانتهاء منهم. كويس. ال ما يزيد عن 210. ممتاز. ال 210,000 يعني هم دلوقتي في اي مرحله؟ هل تم تسليم اي من هذه الوحدات ايضا للمتقدمين عليها؟ النهارده احنا برضو في عندنا ما يقرب على 85 من 85,000 وحده تم تخصيصها للمواطنين، كل واحد بيعرف شقته وعمارته، ودول المفروض ان هم بيروحوا يستلموا، في استلم جزء كبير جدا منهم، يمكن وصلوا ما يقرب على فوق ال 50 60,000 واحد استلموا شققهم، والباقي جاري تسليم وحدات سكنهم. يعني احنا خاصة كل واحد من المواطنين المتقدمين المنطبق عليهم الشروط بقى عارف شقته وعمارته لما يقرب من 85,000 مواطن. ممتاز. من ضمن ال 210 اللي تم الانتهاء منهم، او 211,000 بالتحديد يعني اللي تم الانتهاء من تنفيذهم حتى الان. هل بالفعل كل من تقدم للحصول على شقق حصل عليها يا فندم؟ بالفعل كل من تقدم وانطبق عليه الشروط واستكمل الاجراءات بيحصل على وحده سكنيه في مشروع الاسكان الاجتماعي. حتى يمكن احنا بيقابلنا بعض المعوقات ان احنا ممكن يكون عندنا اماكن داخل المحافظات ما فيهاش اراضي تكفي لعدد المتقدمين. بمعنى بنفتح باب الحجز في مكان معين داخل المحافظة، فبيتقدم المكان ده ياخد 100 وحدة، تقدم عندنا 1000 وحدة، وطبقا لتعليمات سيادة الرئيس ان كل من تقدم وانطبق عليه الشروط ياخد، لازم ياخد. فاحنا صحيح. بنعمل اولويات للناس اللي تاخد ال 100,000 ال 100 شقة دول، والباقي بنفتح لهم باب التحويل الى اماكن قريبة بحيث انه ياخد برضه شقة ويستفيد من مشروع اسكان تاني اجتماعي في اقرب مكان له. يعني على سبيل المثال النهارده في اعلان قائم للتحويل من مدينة 15 مايو وحلوان داخل محافظة القاهرة إلى التحويل برغبته، إذا كان عاوز يروح مدينة بدر أو عاوز يروح مدينة 6 أكتوبر. هذا الإعلان ساري من يوم 2/4 ومستمر حتى 2/5. ده اللي هو في مكان تقدم له أعداد كبيرة والأراضي المتاحة لا تستوعب كل هذه الأعداد، فبنفتح لهم باب التحويل، ولكن في مكان تاني، ولكن في مكان تاني قريب ويمكن أحسن. بقول لحضرتك اللي موجودين في 15 مايو أو في مدينة أو في مدينة حلوان التابعة لمحافظة القاهرة من حقهم إن هم يروحوا يتقدموا ويعدلوا رغبة إلى مدينة بدر أو مدينة 6 أكتوبر حتى يوم 2/5. والكلام ده بيتعمل، كل المطلوب منه إنه بيروح بصورة البطاقة ومعاه آخر دخل محدث، وبيروح جهاز مدينة 6 أكتوبر بيمضي على إقرار وتعديل الرغبة إلى المدينة اللي هو عاوزها، عشان يبقى كل واحد تقدم وانطبق عليه الشروط من حقه انه يستفيد بشقة في مشروع الإسكان الاجتماعي.